من تحت نفقه مجسر اليرموك غربي الموصل وداخل محطة الصرف الصحي عثرت فرق الدفاع المدني وبلدية الموصل على 3 جثث متفسخة لرجال كانوا قد أعدموا على يد تنظيم داعش أبان سيطرته على الموصل. وجود جثث مجهولة الهوية داخل غرفة الموجودة في مجسر اليرموك، هذه الغرفة تستخدم لتصريف المياه الموجود في هذا المجسر. وما يزال مصير أكثر من 2000 شخص مجهولا حتى الآن بعد أن أبلغ تنظيم داعش عوائل الضحايا أنه قد قام بإعدامهم دون تسليم جثثهم، هي الطريقة التي كان يستخدمها التنظيم بحق أهل الموصل. بعد الانتهاء من عمليات رفع وانتشال الجثث من مدينة الموصل القديمة وردنا أخبار وجود جثث مجهولة الهوية داخل غرفة محصنة لرفع مياه ثقيلة تابعة لمجسر يرموك، تحركت على أثرها فرق الدفاع المدني بالتعاون مع دائرة بلدية نينوى ودائرة المجاري لرفع وانتشال تلك الجثث. كانت الحصيلة 3 جثث مجهولة الهوية. وأعلنت فرق الدفاع المدني في وقت سابق عن الانتهاء من انتشال جثث التنظيم وبعض المدنيين في الموصل القديمة، إذ بلغ أكثر من 1700 جثة، فيما تشير المعلومات أنه لا زال هناك بعض الجثث تحت الأنقاض. وبعد إجراء الكشف الموقعي من قبل الجهات المختصة لإعادة تأهيل هذه الجدران ومحطة الرفع التي موجودة في أسفل المجسر، تبين وجود جثث لمجهولي الهوية. ما يزال مصير الآلاف من الجثث لأبناء الموصل مجهولا حتى الآن حين كانوا تحت سطوة داعش، وما هذه الجثث إلا عينة من هذه الآلاف التي يجري البحث عنها. من الموصل، جمال البدراني، الشرقية نيوز.